السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم يا الحباب في قناة نشرة سريالي. هذا اليوم كما وعدتكم في الفيديو اللي فات راني جبت لكم تتمة يعني واش درت لكم نهايه لكم شتات حتى على القليلشة. كما شفتوني ذاك النهار كنت خبيت هاد الحبيبة تاع القليلشة شحيت عليها وقلت لكم راح ندير لكم بها الخويلطة ولا الخلوطة. جوستومون هاني وفيت بوعدي ان شاء الله واني جبت لكم طبق عريق جدا جدا وصحي بزاف بزاف راح تشوفوا معايا. ونظن للاسف انه هذا الطبق قريب يندثر قلال اللي مازالوا يديروه. هو طبق صيفي البنات انا با كونفوند مع التبيخه. انا من بعد كور دو روت انا نحاول نشرح لكم اوجه الفرق. اذا اكو تشوفوا هنا المكونات بسيطه متواجده في كل بيت كعاده كل الاطباق الشعبيه تاعنا التقليديه الجزائريه. وعلاش اولا واسمه الخلوطه؟ لانه كما راكم تشوفوا خلطة مخلط من كل الخضروات الصيفية داكوغ. هنا راني جبت لكم القنوية ولا الملوخية أخيرا لقيتها. راكم تشوفوا كيما قلت لكم هذيك حبيبة القليلشة اللي قعدت لي من آخر مرة نورمالمون كتر البنات نورمالمون تكون حبة كبيرة. أنا معليش شحيت عليها البنة خير من والو. باذنجان زوج حبيبات بصل انا درت حبه ونص هنايا تقدروا تحطوا حتى زوج حبات. هاد الوصفه تكفي لاربع اشخاص. نتوما تحبوا ضعفوا تكونوا عائله الله يبارك زيدوا كثروا. الوغ هنا زوج حبيبات بطاطا طوماطيش حوالي زوج كبار ولا ثلاثه كما راكم تشوفوا تكون طايبه. شوفوا هنا راهي طايبه هايليك لازم تكون طايبه فوالا. طبعا الثوم نص راح ندرسها والنص نخليها حب فوالا. والقناويه ولا الملوخيه هذه هي البنات كاين بزاف اللي ما يعرفوهاش هايلي وكاين بزاف اللي ما يحبوهاش ايضا. بون في العاصمه شويه راهي قليله. هذا واش صح لنا هذه الشاهه اللي زوجي من المارشي تاع كلوزيل اوكي يعني ما راهيش بلا فريش ديجا شاهه لي البارح يعني ما راهيش بال كما نقولوا لا فريشور اللي لا تليق فوالا. هايلك هي تجي صغيره هكذا كما راكم تشوفوا فوالا. هنا راهي مشله مازال ما نقيتهاش ولا تجي هكذايا. إلا كانت كبر من هذه يا البنات تجي عاصيه ردوا بالكم حاولوا تشيوها هكذا تكون رقيقه ولا مويان. هذه المليحه فوالا وشنو طيابها خفيفه تمتم الطيب هايلك. نديروها تاني في الخلوطه ولا الخويلطه هايلك ومن بعد نعاودو نتكلموا عليها. هنايا اللوبيا كما راكم تشوفوا حفينه حفنه كاريمون كنت شمختها البارح في الليل هايلك. بصح هي في الاصل اللي عندها اللوبيا هذيك الفصاصه هذيك البيضه اللي نفصوها راه وقتها تانيك ديروا حوالي رطيل ولا ميم بارط ولا كيما حبيتوا تفصوها. بصح بيان سور ما انا دوك هذه حنغليها لانه هذيك اللوبيا العاديه يعني اليابسه شمختها راح نغليها شويه. بصح نتوما الا درتوا اللوبيا هذيك البيضه الفصاصه ما تغليوهاش ومن بعد نقول لكم يعني نديروها عادي نرميوها نقشروها ونسلوها ونديروها فوالا. وطبعا الدرسه هايليك مكوناتها كالعاده يا بنات. هنايا بونك كشتو الثوم راح نقشرها نورمالمون وهذا يكون نورمالمون مشمخ في الماء سخون. ندرسوها مع الثوم والملح عكري هذاك المكعب اللي تعرفوه اللي جمدناه تاع الفلفل الحلو وطبعا الملح. وهذه هي الدرسه اللي مولفين معايا وعلى بالهم بوصفاتي اللي متابعيني على بالكم بلي عندي شويه درسه دونك مانيش نستعمل اليوم مهراس نقصت على روحي. من توما الا ما عندكمش عادي درسوا كما قلت لكم هذا مع الثوم والملح اوكي فوالا نورمالمون ما نسيت والو. المهم الا كش ما نسيت راني نعاود وطبعا شويه زيت اللي حنا نديروه في التقليه فوالا. البنات هاكو على بالكم بكلش متنا نروحو نسكمو امورنا. اول حاجه هنايا راهي مشله قلت لكم شمختها البارح فريمون كمشه هكذا حكمتها كمشه لوبيا وشمختها هايليك. دونك انا نديرها تغلي هنايا غير بالعقل لو طون لي نوجد فوالا لو طون لي نوجد تقليه سي سا نوصي الخضره ونقشر كلش ونوجد ونوجد الثوم ونبداو ان شاء الله في التقليه. يلا نديرو التقليه تاعنا بسم الله. طبعا الزيت البنات هاد الوصفات التقليديه يحبوا الزيت. ديروا زوج مغارف زيت ما تجيش شابه المرقه ديروا كما ندير هكذايا واحد ثلاثه ولا اربعه. الوغ اللي يحب يخلط زيت ولا زيت وزيت زيتون ممكن ايضا. ندير دوق التقليه هذيك
الدرسه تاعي اللي قلت لكم انايا، انا باش نقص شويه منها حبيتها تجيني حاره بزاف. نزيد لها كالعاده، نزيد لها الثوم غابي كما قلت لكم نورمالمون ندرسوها. هذوك الحبات تاع الثوم حب نحطهم، كاين اللي يديروا راس كومبلي يخليوه هكذا يا حب البنات. الا من انتم من عشاق الثوم ديروا حب حب. انا قلت لكم ديجا في الشطحه تاع القلي الشاق في الوصفه تاعها قلت لكم انا ما نحملش، يعني حنديرها لكم ليكم بركه. في العكري وهذيك الفلفل المصبع وشويه ملح طبعا نديرها شويه. وإلا ما عندكمش الدرسه ممكن ديروا شي هريسه يمكن راه كافيه. دونك قدرتي بنتي الدرسي الدرسي، ما نجمتيش ما عندكش الوقت ديري الثوم ربيها وديري شي هريسه وشويه كونسونطري طوماط فريمون ان تي بو اي كونسونطري طوماط تقدر تستغناو عليها كما قلت لكم. هنا ندير شويه ماء باش ما تحرقناش شوفوا pour les végétariens les gens végétariens il y a les gens qui suivent des régimes draconiens يقول لهم ما تاكلوش كذا ما تاكلوش كذا. والخضر شوفوا في التيروار تاعنا واش كاين دي ريسيت ريش صحيين كما هادو كما انواع طبيخات بيبي يعني كامل انواع الطبيخات اللي كاين في المطبخ الجزائري. يعني je pense qu'il faut faire un petit travail de recherche des gens يعني je parle aux gens اللي يديروا régime un petit travail de recherche وانتم تصيبوا يعني النوبين في الغسل تاعنا تصيبوا يعني الخير والخمر بلا ما تهلكوا روحكم بلا ما توسيو نفسكم. هايلك غير الخضر غير الخضر كلش صحي. كاين خاطش كاين يقول لك عند المطبخ الجزائري غير العجاجن، نو ما كاينش غير العجاجن. حنا بلد من البحر الابيض المتوسط وعندنا تاريخ، عندنا المغميتيجا، عندنا الحشاوش، عندنا الجبال، عندنا يعني كل الاطباق تاعنا مستوحاه من المناخ ديالنا ومن الواقع الاستراتيجي تاعنا اللي هو البحر الابيض المتوسط ولا ميتيجا والجبال. ونظن انه انا متاكده ان كل ولايه تصيبوا ان غوسيت هكذا تكون فيجيتاريان وتكون صحيه الواحد برك يحوس. انا بون غالبا باش نعرف اللي نعرف اللي ندهلكم تاع تقاليدنا تاع عائلتي اللي نعرف اللي ماني بخش عليكم. نتوما زيدوا حوسوا خير ما تروحوا تهلكوا روحكم دي ريجيم يعني يزيدوا يضروا اكثر ما ينفعوا. انا هذا رايي طبعا ما رايي الشخصي. البنات هايليك نوري لكم اللوبيا شوفوا راهي تغلي شوفوا تلقات هاد الرغوه. حذاري ديروا الاطباق تاعكم بهاد الرغاوي هادو سا جوي تو جوتي هاد الماء كاع يترمى. اوكي هاوليك ونحط اللوبيا تتقلى هنايا. قلت لكم الا كانت اللوبيا الفصاصة ما تغليوهاش ارميوها ديريكتومون كيما راني هنايا. في لي زانغريديون حطيت لكم 3 حبات طوماطيش وحده منهم انا رابيتها باسكو في اصل هذه الوصفه الطوماطيش ما تراباش يقطعوها طريفات طريفات كل خضره عادي. اوكي دونك انا باش من يعني باش لاصوص تاعي تولي شويه شابه وتولي نتقلها شويه جو بريفير ندير هكذايا. قسمت هذيك الطوماطيش سي لي برافو كيما حبيتو. انا نعطيكم الاصل وانتم كيما حبيتو. حبيت نخطر شويه هذه المريقه. اوكي فوالا دونك خديت حبيبه طوماطيش رابيتها وهذوك زوج راح تشوفهم بعدا راح نخليهم حب حب نديرهم نعاملهم كخضره عاديه. وهذيك اللوبيا تاعي هايليك فوالا نخليوها طيب مع طوماطيش. الا كانت مخصوصه ما زيدوا شويه ما واحد ربع كاس ما فقط. خليو الكل يتقلى غير بالعقل ولا يطيب شويه. كي تقلى شويه اللوبيا زيدوا لها شويه ما تغلي نوتوني وجدوا الخضره تاعنا فوالا. هاوليك البنات نوري لكم كيفاش قطعت الخضره تاعي. الخضره تجي مقطعه شويه في الخشين باش تقعد شويه حيه ما تحرحلكمش. اوكي هايليك القليلشه مثلا فوالا. الباذنجال شوفوا كيفاش تقعد تانيك تجي صحيحه. البطاطا ايضا شوفوا كما نقولوا حنا مرايات في الكبار هامليك. والبصل راكو تشوفو اون كاري اون كوب وكاين اللي يقطعوه بالطول. وهاديك حبيت زوج حبات طوماطيش صغار هادوك هامليك اني قطعتهم بيدي هامليك ما جيزي با غابي قشرتهم طبعا نحيلهم القشره البنات. الملوخيه دوك من بعد نقولكم كيفاش نديرولها. اوكي يلا راح نستفو نبدا نستفو الخضره ومن بعد نرجعو. فوالا اللوبيا تاعي هوب انا زدت شويه ما فوالا.
صندوق اللوبيا تاعي شويه بدا يدخلها طياب، نديرو شويه ما برك باش طيب مزيان الخضره. فوالا غير شويه برك، كون عطا ربي تجي نص بنص بقل النشا كيما قلت لكم. مي بون معليش معليش، بس نوريكم الوصفه. ممكن ديروا لوبيا مشطو البنات، كي تكون عندكم لوبيا مشطو هايله فريش ديروا تانيك واحد طيل هكذاك، ولا زوجكم شات ولا نقيوها عادي يعني، شلوها بيان وديروها تجي تانيك روعه. فوالا خليهم يتكتكوا شويه ومن بعد نكمل الباذنجان. اونتروتون نروحوا نشوفوا اسمها القناويه ولا الملوخيه كيفاش نقيوها. فوالا دونك شوفوا البنات، القناويه ولا الملوخيه هاد الخضره فيها داخل سائل لزج، كاين اللي ما يحبوهاش على جال داك السائل لزج، وفيها واحد الزريعات صغار تاني والبنه كاع راهي تما، دونك اللي يحبوها على بالهم دوك واش بال. وشنو دي فور دي شويه مشوكه، فهم مشوكه مش ليجيرمون ها. دوك هنايا في هاد لي ديتاي هادو هاد لي غيور هادو تصيبوا شويه الشوك، دونك لي دي سي بون هادي ما فيهاش. الفكره انكم ديروا هكذا، وإلا كاش طاشه كحله ولا تنحيوها، وما تنحيوش هاد الشابو. علاش؟ لو كان نحي هنا نقسم كي طيب تخرج كامل هذاك الماده اللزجه تاعها، وممكن تحرق لكم الطاجين تاعكم. اوكي دونك انا نحي برك هكذا، شوف اوب بصح مازال ما نحيتش كلش، شايفين هايلك هايلك. هذه هي الفكره بنات. فوالا انا ماشي مشوكه، مي لا مشوكه ديروا لها هكذا. قلت لكم ما راهيش يعني فخاش فخاش كيما موالفين، مي بون عبالكم حنا في ارجي ما يجيو يجيبوا لنا الحاجه حتى تتبالوا حتى وحتى للاسف. فوالا كاين تانيك طبق واحد اخر اللي هو هذه قناويه ولا الملوخيه بسل طوماطيش والحم، تجي تانيك تهبل. وطبعا الناس اللي يحبوا اللي يحملوا هذاك هذيك الماده اللزجه تاعها، زمان كانوا فقراء ما كانش عندهم يعني كما يقولوا يحسبوا للسردي يحسبوا له. دونك واش يديروا؟ نشفى دائما امي تقول لي دائما خلي الفريجيدار، زعما مثلا دار الطبق بالباذنجان ولا بالقرعه ولا، دائما تنحي من هذاك الطبق، تنحي من هذاك الخضره، تنحي حبه حبه وتخبي، حبه طوماطيش، حبه قرعه، حبه باذنجان، مثلا ملوخيه تشري هكذا كيلو تنحي كمشه تخبيها في ساشي. علاش؟ تقول لك دائما خلي الفريجيدار عمرك ما تفرغيه، دائما خلي حبه حبه. وعلاش؟ كي تطفر كامل ما تصيبيش واش طيبي تحيري ديري الخلوطه. فوالا ملوخيه ونزيد الباذنجان ونخليو البطاطا على فين. فوالا مي شيغ زامي، الوغ هاي هبطت شويه الخضره بدات تهبط، زيت لا بوم دو تيغ تاعي البطاطا. على فكره بين قوسين كاين واحد لو موسيو واحد المشترك بعث لي قال لي كي تقولي يا بناتي تو تفكري بلي كاين دي موسيو يتفرجوا فيك وانا نسيو في الوصفات تاعك. دونك نحييه ونحيي كامل الاخوه اللي راهم يتبعوا فيا لي موسيو، معليش ما تاخذونيش يعني والفنا نقولوا غير البنات. ما شاء الله عليكم، قال لي طون شونجي يا با كو لي فام كي كويزين، دونك غير ما شاء الله عليكم يعني. يا دونك هنا سمحوا لي ان البطاطا راكم تعرفوا سمطه والمطه راهي، ندير لها شويه ملح من الفوق. وندير لكم واحد اللمسه اللي دائما امي ديرها هنايا، راكم تشوفوا هذا الشوي عكري، دائما دير هكذا شوي عكري فوق البطاطا، قالت لك باش ما تجيش مزرقطه، ما تجيش هكذاك بيضه يعني لاصوص غوج والبطاطا على بالكم كوم من الفوق، دونك شغل لاصوص ما تلحقلهاش فريمون. الوغ يا ساده يا كرام، يا ساده ويا سيدات، هذا الطبق ما يتحركش بالمغرفه، اللي عندها مغرفه تنساها. هذا الطبق هاوليك ابتي فو، راني مقصت النار راكم تشوفوا، خليه
بغاردو يطيب غير في ماه طوزون طون عسوه. هايلك الفكره، هاوليك هاوليك كيفاش تحرك الطبق باش ما يتلصقش، سورتو الملوخيه تتلقى داك كما قلت لكم الليكيد تاعها ولا جولي تاعها ممكن تلصق لكم. فوالا سكي فو فيغ، ني بلوس ني موان. هاوليك هكذا راني نحس بالخضره تاعي راهي ماهيش لاصقه. فوالا هنايا البنات كاين واحد الخطوه درتها نسيت ما صورتهاش بصح نعاودها لكم. هاوليك واش جيت خديت، كنت ناخذ شيم المرقه ونفرغ فوق البطاطا هكذا لانه شفتوا بلي ما شت ناقصتش لا صوص، ما قصتش يعني لا بوم دو تير، عطيها اون بتيت كولور بيان كو طابت يعني هكذا. فوالا سكو تشوفوا هنا تقريبا وجدت، مازال شويه ما جاتش لا صوص لازم نشربها. دوك فهاد اللحظه واش ندير، نزيد للفرن، نزيد للفرن باسكو راني رايحه نشرب، شايفين نخليها ا ديكوفير ونشرب لها ليكسي تاع لاصوص هدايا باش تجي بنينه. الا خليتوها بماء البنات تجيكم صامده. فوالا بصح ردوا بالكم تشغلكم هنا، لازم فريمون توقفوا عليها وتعسوا عليها، جست نحي شويه هاد ليكسي تاع الماء هدايا تجي مجمره. فوالا فوالا هنايا شوفوا كيفاش شربت المرقه تاعها هذه كامل ليكسي، تجي مجمره غير في زيتها. شوفوا هنا خليت لها غير شويه، راني نوريكم يعني بالعاني. فوالا هايلك والخويطه تاعنا وجدت، نخليها تحفت شويه تشد روحها ونسقيوها وتشوفوا كيفاش جات. بصح ما نقولكمش الريحه وما نقولكمش البنه. هاوليك يا الحباب الطبق في صيغته النهائية، طبق الخويلطة ولا الخلطة الجزائرية، عبارة عن مزيج وخليط من الخضر كما شفتو. هايليك هاي القنوية والملوخية، الباذنجال، القليلشة، بطاطا، اللوبيا، طماطيش، بصل، طبق غني 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 جدا وصحي مليون بالمئة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها. هايليك زيدوا اللمسة الصحية اكثر واكثر، زيت زيتون اللي يحب طبعا. فوالا اكلة صيفية بامتياز، جزائرية تقليدية عاصمية، ترمز للبساطة، ترمز للاكل الصحي بسيط بصح صحي. ان شاء الله تعجبكم، كي تجربوها رجعوا لي الخبر وقولوا لي رايكم في الموضوع. بروفيتي وكرا وقت القنويه ولا الملوخيه، القليل شراه وقتها تاني قبل ما يروح، على بالي راني دائما نروط على نايا بصح معليش قال لك تاخذ جامي. فوالا الحباب ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، وما تنساوش لي ميور شوز سون توجور لي بلو سامبل، ومعني المحافظة على التقاليد. والسلام عليكم ورحمة الله.